لم تمض أيام على المظاهرات التي خرجت ضد الهيئة وتطالب بحلها ورحيلها، حتى خرج مسؤول رفيع فيها يرفع الغطاء عن عيوبها. فما الذي يحدث داخل تحرير الشام؟ بعد أشهر على استغناء الهيئة عن 3 من قادتها وفصلهم لأسباب كما قيل تتعلق بتركيا، حيث يعادي هؤلاء تركيا، خرج مسؤول فيها يتحدث عن مشاكلها ويحذر من غرقها. أبو العبد أشداء قائد جيش عمر التابع لهيئة تحرير الشام يخرج في تسجيل مصور يتحدث عن فساد مالي في الهيئة واستئثار مجموعة في إدارة شؤونها وتخاذل من قادتها بأداء واجبهم وارتهان قرارها لدول وأطراف خارجية، ما وضع هيئة تحرير الشام في موقف محرج. فالرجل تحدث من باب النصح وقبيل ما أسماه غرق السفينة، ما فتح السؤال عن مشاكل الهيئة وما تعاني، خاصة بعد هجمة النظام والروس على إدلب، وبعد اجتماع أستانا الأخير وتبدل الموقف التركي الضامن للتهدئة وحكم تحرير الشام. فالسوريون في مناطق المعارضة سبقوا موقف الهيئة الحاكمة لهم بالانتباه لخطر تغير موقف الأتراك، وخرجوا بمظاهرات ضدهم وضد هيئة التحرير التي لم تبدي أي تحرك أو موقف، حتى في ظل الأنباء عن صفقة تركية روسية لتسليم الشمال مقابل تأمين الحدود مع الأكراد. ليس هذا وحده ما عانت منه الهيئة مؤخرا، فسقوط عدة بلدات ومدن في ريفي إدلب وحما بيد النظام كشف عما أسماه أبو العبد تقاعس الهيئة في الحفاظ على المناطق المحررة. قبل ذلك كله خلافات الهيئة مع فصائل مسلحة أخرى للمعارضة، وخلافات في صفوفها، واغتيالات غامضة لقادة ومسؤولين فيها، كلها عوامل وضعتها في امتحان صعب أمام السوريين الذين أظهرت مواقفهم ومظاهراتهم الأخيرة أنهم ضاقوا ذرعا بالهيئة وحكمها. صمت قادة هيئة تحرير الشام لم يدم سوى ساعات، فقد ردت بإعفاء القيادي من مهامه وإحالته للقضاء العسكري ردا على ما سمته التدليس والافتراء. فهل ستصحح الهيئة من مسارها أم ستكتفي بمعاقبة كل من يتحدث عن فسادها؟